ازيكم يا رزيعة؟ في حلقة جديدة من حلقات رزع الفانتسي وحلقة الجولة 18. الجولة دي بقى اللي هي بيقولك ايه، دخلنا بقى في الجد وفي معمعة الفانتسي، فركز وصحصح. داخلين على ايام سودة، والدوري الانجليزي بيخليها اسود ما هي سودة، بيلغي ماتشات فجأة قبل الماتش بساعة وساعتين. فانت متخيل انت اصلا معرفش امتى بجد تلحق تجهز فريقك الاسبوع اللي جاي. حاول على قد ما تقدر تخلي الترانسفيرز لغاية اخر الاسبوع. هقول لك نصايح كتيرة اول الحلقة دي للبلان جيم ويك وللدبل جيم ويك. فاكيد ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان تجيلك حلقات او بننزلها. ويلا بينا نرزع. اول بلانك جيم ويك في الموسم الجديد، نبدا بقى كده ونستفتح كده ونشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي داخل علينا والمصايب السودة اللي جايه علينا. مبدئيا الحلقه دي انا هقولك شويه تيبس. انا الصراحه كنت فاكر ان الناس كتير عندها المعلومات دي، بس لما ابص في الكومنتس لقيت اسئله كتيره قوي متكرره عن البلانك بيحصل فيه ايه، الدبل بيحصل فيه ايه، لو انا معايا ترانسفير، طب لو انا ما عملتش ترانسفير، كل كده شويه اسئله الناس بقت ايه تايهه فيها. فانا حابب ان انا اشرحها لك ببساطه وبسهوله تبقى فاهم كده الاسبوع اللي داخل عليك ده بلانك ده يعني ايه بجد، وازاي تقدر تستغله او تتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل فيه. طيب باختصار للي ما يعرفش، واللي عارف طبعا هو خلاص عارف، بس يعني ايه لازم برضو ندي حاجه سريعه للي ما يعرفش. بص يا باشا، دلوقتي الدوري الانجليزي طبعا انت اكيد شايف واخد بالك كميه كبس وهرس الماتشات اللي ورا بعضه غير طبيعي، وضيف على كده ان انت عندك كمان 2 كاس، يعني عندك الكاراباو وعندك الاف اي كاب. طبعا لسه كمان اسبوعين هتلاقي الشامبيونز ليج داخل واليوروبا ليج داخل، فده بيؤدي الى ان في لعيبه بيبقى عندها ماتشات كتير قوي في نفس الوقت، فبيتاجل لهم ماتشات من الدوري الانجليزي. زي الاسبوع اللي داخل علينا ده، الاسبوع اللي جاي في العادي بيكون فيه 10 ماتشات، الاسبوع اللي جاي ده 6 ماتشات بس، منهم كتير انت عندك لعيبه منهم مش هيلعبوا الاسبوع اللي جاي، زي مثلا ليفربول اهمهم طبعا اللي عنده صلاح اللي عنده روبرتسون، دول مش هيلعبوا الاسبوع اللي جاي. وانت اكيد عارف ده، لما تبص كده على الماتشات اللي جايه او الفيكستشرز هتلاقي ان الماتشات قليله ولعيبه كتير عندك مكتوبه تحتها مفيش ماتش، هوا بلانك، فمصيبه سودا. فبالتالي كل لعيبه الفانتسي خلاص دلوقتي بتفكر جديا تعمل الفري هيت في الاسبوع اللي جاي. هو منطقي، انت فريقك مش كله هيلعب، ايه احسن حاجه تقدر تعملها في حاجه زي دي؟ هي الفري هيت، تجيب لعيبه لاسبوع واحد، ثم الاسبوع اللي بعديه فريقك يرجع لك زي ما كان بالملي، مش تخسر ولا لعيب ولا تخسر اي حاجه خالص. الفري هيت هي تبقى زي الوايلد كارد بس لاسبوع واحد بس، وده احسن اسبوع تستغله فيها، عشان زي ما بقول لك اللعيبه الكبيره زي صلاح مثلا مش هيلعب الاسبوع اللي جاي، فلعيبه كتير عندك مش تلعب، هتلاقي فريقك في الاخر 5 6 7 لعيبه اللي بيلعبوا، غير طبعا لو انت مركز ومذاكر ومجهز فريقك من بدري قوي. فانا بقى باشا جبت لك القهوه ونصحصح بقى كده مع بعضينا ونشوف ايه اللي نقدر نعمله في الاسبوع اللي جاي، وفي نفس الوقت نبص برده الاسابيع اللي جايه قدام عشان تبقى انت بقى مصحصح ومذاكر لقدام مش بس الاسبوع اللي جاي. بص بقى يا باشا، اهم فرق الاسبوع اللي جاي للناس اللي بتعمل فري هيت، انت عندك مبدئيا في ماتش مهم قوي، ده عباره عن استون فيلا وتوتنهام، فده اكيد انت عندك منه لعيبه، ولو بتعمل فري هيت لازم تشتري منه لعيبه عشان يبقى ماتش حلو، اعتقد بنسبه كبيره ممكن يبقى مفتوح، فلازم تستغله. وزي ما انا بقول لك هو عباره عن 6 ماتشات اللي هيتلعب، فانت ما عندكش اوبشنز كتيره، فهتلاقي كل الناس هم كام فريق اللي بيستغلوهم. زي ما بقول لك بقى توتنهام، استون فيلا، السيتي عندها ماتش حلو جدا ضد برايتون، وضيف على ده ان بيسوما من برايتون موقوف، فانت دلوقتي اللي كان هيمسك دي بروين الديفنسيف ميد فيلدر الصدغ بتاعهم اللي بيوزي نص الملعب موقوف ومش هيلعب، مع سيتي ان ابتدت تفوق فورمتها. سبحان الله، لسه بقول لك الماتش اللي فات اللي ولا الحلقه اللي فاتت، سيتي يا جماعه بتلعب وحش، يا دوب تكسب 1-0 بالعافيه، جم على تشيلسي على قفان طق كده 3 في اول نص ساعه ما هزروش، ثم الدوري الانجليزي يديهم كمان دبل جيم ويك، فبقى كمان عندهم دبل جيم ويك. فرق قليل قوي يا رزيعه اللي هيبقى هيلعبوا في البلانك وهيلعبوا برده في الدبل جيم ويك. هو المفروض الصح ايه او العقل ايه؟ انت تلعب في البلانك يبقى انت مالكش دبل جيم ويك. اللي مش هيلعب في الاسبوع 18 طبيعي نضيف له اسبوع او ماتش تاني في الاسبوع 19، لكن بقى عندك يونايتد والسيتي الاثنين هيلعبوا في الاسبوعين، هيلعبوا في البلانك وهيلعبوا برده في الدبل جيم ويك. طب ده انا استفيد منه في ايه؟ تستفيد منه ان انت مبدئيا لو انت بتعمل ترانسفيرز مش فري هيت، لو بتعمل ترانسفيرز عايزها لقدام، ركز على الفريقين دول عشان هم هيلعبوا في البلانك زي ما انا بقول لك، يعني خلاص يعني برو فرنانديز الماتش الجاي عنده ماتش، ثم يجي الاسبوع اللي بعديه عنده ماتشين، ففي جولتين عنده 3 ماتشات لازم تستغل برونو فرنانديز، نفس الكلام كيفن دي بروين لازم تستغل الاثنين دول. بس خلينا برضو الاول نتكلم واحده واحده بس ايه في جيم ويك 18، ايه الفرق الثانيه اللي هتلعب في جيم ويك 18 اللي انا هجيب منها بقيه فريقي؟ ما انا مش هروح اجيب من سيتي ويونايتد واستون فيلا وتوتنهام بس، عندك ماتش برضو كويس جدا وولفرهامبتون ضد ايفرتون، ماتش فرقتين معقولين، مش هقول لك ان هم في احسن فورمه ليهم، بس ايفرتون مؤخرا بقت ايه ابتدت تفوق اهي، جيمس رودريجيز رجع، كولمان رجع، العرضيات ابتدت تزيد، فكالفرت ممكن نشم منه حاجه، خصوصا زي ما بقول لك مفيش ماتشات كتير تتلعب الاسبوع ده. على الناحيه الثانيه وولفرهامبتون، وولفرهامبتون برضو انت عندك نيتو عامل موسم جبار، بودنس نفس الكلام بس يمكن ايه اقل شويه، يعني انا بديها شويه لنيتو، حتى السعر يبين لك يعني نيتو ب
6، بودلز بحاجه ب 5.5 تقريبا، نيتو جايب حاجه و70 نقطه، بودلز جايب حاجه و50 نقطه، فهو نص مليون ده بيدي السن ايدج لنيتو. تراوري على الناحيه الثانيه لا الصراحه لسه ما شفتش منه حاجه فعاليه على الجون، الواد صراحه في الملعب غير طبيعي، بيعمل ترقيصات فعلا تطلع من لعيب تقيل، لكن على الجون ارقامه لسه قليله. طب دول اللي احنا هنشتري منهم لعيبه غاليه زي كالفرت لوين، زي كين، زي سون، زي برونو وزي دي بروين، مين بقى اللي انا هكمل بيه من فريق واشوف شويه لعيبه رخيصه تكمل لي الفري هيت بتاعتي او تكمل لي فريق عامه في الاسبوع المنايب 60 يورو داخل علينا ده؟ اللي شاف منكم الحلقه اللي فاتت شفنا ان احنا اتكلمنا على ارسنال بشكل مش هقول لك ايجابي بس بشكل ايه تفاؤلي شويه، قلنا ان كسبوا اول ماتش ضد تشيلسي العجله دارت ضد برايتن ابتدت تدور اكتر، جه ضد ويست بروم كسب بيل 4 فالعجله كده بسم الله ما شاء الله ايه جايه تدوس علينا وكل واحد ايه مش عارف يكسب يروح يلعب تشيلسي وهتفرج معايا يا جماعه. فطبعا احسن اوبشنز في ارسنال هنديها لعم ساكا، الراجل اللي بجد والله العظيم يا جماعه لعيب زي الفل، هو اي نعم قد كده بس رهيب والله قد كده بس ايه في قناه السويس، الواد بجد بيلعب وينج ماشي، بيلعب باك شمال ماشي، بيلعب باك يمين ماشي، بيلعب ليفت وينج او يمين برده والاثنين شغال، وهو اكتر واحد فيهم بجد فعاليه على الجون. وقبل ما انسى ارسنال اصلا هتلعب كريستال بالاس، كريستال بالاس احنا عارفين من المواسم القديمه ان كريستال بالاس فريق دفاعي رخم، بس السنه دي لا يا جماعه السنه دي مش كريستال بالاس بتاع زمان خالص، وعامه بطريقه غريبه يعني انت بتشوف كريستال بالاس بتهاجم وبتكسب ماتشات 4-1، وكل اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الموضوع ده ان هم مركزين اكتر على الهجوم من بقيه السنين اللي فاتت ومضحيين شويه بالدفاع، وابسط دليل ماتش ليفربول عمرك ما شفت كريستال بالاس بتشيل 7 من ادخن فريق، مفيش الكلام ده ما كانش بيحصل بكتير قوي 3-4 لما بقى ايه ماتش اوف دي والجون دخل فيهم بدري والموضوع فتح، لكن 7 دي بتبينك قد ايه كريستال بالاس السنه دي في الدفاع مش كويسه خالص. كان نفسي اقول لك اوباميانج بس انا بصراحه من اللي بتفرج عليه لا لسه اوباميانج برده تاك الماتش اللي فات جات له كوره جوه السته وضيعها فلسه ايه يعني ارسنال العجله كلها دارت الا اوباميانج ده الترس الوحيد اللي في العجله لسه ما دارش، فبالتالي بسعره الغالي ده لا بلاش يا عم، طب انا اروح لسون ولا لبرونو ولا لكيفن دي بروين الناس اللي اصلا شغاله بتجيب نقط على طول ومفيش مشكله فيها. من الناحيه الثانيه طالما الماتش حلو لا طب مخشوب بقى الرخاص اللي عندهم بيقولوا ايه زي ساكا، كان نفسي اقول لك مارتينيلي بس للاسف مارتينيلي شكله هيروتيت مش هيبقى اساسي هيعتمد عليه بس كفانتسي لا مقلقه يعني ايه هيقعد يطلع وينزل فانت اصلا عندك لعيبه ما بتلعبش روح اشتري لعيب برده عنده ريسك ان هو ما يلعبش بايخه قوي، انا انصحك بساكا احسن. ممكن تبص بقى الناس الثانيه ممكن في الدفاع عندك تيرني الراجل طالع ب 18 نقطه الاسبوع اللي فات يعني واحد راح جاب بلرين جاب له زيرو الا جنبه اخوه تيرني 18 نقطه فيعني ايه ده بيبين لك برده ان تيرني يعتمد عليه اكتر شويه من بلرين حتى لو فرق 200000. في برده اوبشن بقى كمان ارخص من عم ساكا وبرده في نص الملعب وبرده بقى اساسي وبالعكس بقى ده كمان بيلعب البلاي ميكر الفريق وارقامه غير طبيعيه يا جماعه، الراجل ده اخر ماتشين بيعمل فرصه محققه كل 34 دقيقه يعني الماتش لو في شويه اكسترا تايم زياده تلات فرص محققه في الماتش، وفعلا هو استغل الكور دي وجاب منها اسيستين ويمكن تقريبا 3 والله ما فاكر. طبعا الكلام هو على سميث رو بلاي ميكر الصغير الناشئ بتاع ارسنال، الراجل ب 4.4 بجد يا بلاش ارخص من بسومه يعني مش هقول لك اكتر من كده. اه وبالحديث عن بسومه قلت لكم موقوف يا جماعه فايه نركز شويه مع السيتي بسومه موقوف دي هتفرق معانا. سوما يجي ماتش هو يعني في العادي ملوش لازمه بس بما ان هم اصلا 6 ماتشات فهيبقى ماتش مهم ممكن نركز منه على شويه نص رخيصه نطلع منهم بنقط في اسبوع مكحول زي ده. الحديث عن ماتش نيوكاسل وشيفيلد يونايتد، فريقين دفاعيين بحت، التوقع المنطقي والطبيعي ان الماتش هيخلص 0-0، فالطبيعي انك ممكن مثلا تبص على دفاع نيوكاسل الحارس بتاعهم حارس المرمى دارلو ده هايل في فري هيت هتجيبه مره واحده ممكن يصيب معاك، دفاعهم بص عليه عامه تشوف ايه يعني شار كان في كلام ان هو ممكن يكون مصاب فركز بس مع الاصابات غير كده دفاع نيوكاسل ممكن يبص عليه جدا، وبرده ممكن تبص على المهاجمين بما ان انت كده راح بقى مثلا ايه تشتري كين في الهجوم مثلا لان اصلا مفيش فرقه كتير هتلعب، فكلام ويلسون بسعر حنين ضد شيفيلد اعتقد ماتش حلو جدا يعني يكاد يكون اوبشن احسن من بتاع ايفرتون يعني احسن من كالفرت لون ده ب7 وشويه ده ب6 وشويه ده عنده شيفيلد وده عنده وولفرهامبتون، وولفرهامبتون مش في احسن حالاتها بس عادي جدا تتنح قدام ايفرتون في اي وقت، فبرده ايه احنا عايزين نجيب لعيبه غاليه متاكدين انها تلعب ولعيبه رخيصه برده متاكدين انها تلعب وايه نقدر نلم الفريق كده باسعار كويسه. في بقى يا جماعه انا معلش في نصيحه جوايا كده لازم اقولها عشان انا اصلا بحاول اطبقها لنفسي، انا على قد ما اقدر هحاول ما اعملش الفري هيت دي، انا عارف ان هي نصيحه صعبه ونصيحه لا تنطبق على كل الفرق الناس اللي ما بتلعب او الناس اللي عامه عندها فانتسي، ليه؟ لان كل واحد فريقه غير التاني، فانا مثلا ممكن يكون فريق دلوقتي البلانك ده عندي من الاول مثلا 7-8 لعيبه هيلعبوا فاجيب عليهم 1-2 وازق الفريق ب9 مثلا 10 وامشي الاسبوع وخلي معايا الفري هيت لقدام الله اعلم الدوري الانجليزي هيرمي علينا ايه. في ناس ثانيه لا فريقها مثلا في 3-4 بس اللي هيلعبوا فده لا محاله لازم يعمل الفري هيت. انا بقول بقى للناس اللي هي عندها فريقها في مثلا 6-7 لعيبه اوريدي موجودين واكيد ان هم يلعبوا، انا مش بتكلم بقى على ايه على كيلمان اللي هو ممكن اه ممكن لا، مش بتكلم على مثلا ميتشل من كريستال بالاس اللي برده ممكن اه ممكن لا، لا انا بتكلم على لعيبه 100% هتلعب، لو عندك 7 فيما فوق ممكن تحاول توفر الفري هيت دي. انا عن نفسي هعمل كده يعني انا اصلا عندي سون هيلعب، كين هيلعب، كالبرت لون هيلعب، برونو فرنانديز هيلعب، مارتينيز في الجون هيلعب، ففي عندي 5-6 اساسيين متاكد انهم هيلعبوا موجودين ولسه هيلعبوا في بلانك جيم ويك، هحاول على قد ما اقدر
ما وعدك تسال في الجد لسه مش عارف انا هعمل ايه. وخلي بالكوا الاسبوع لسه هيبدا يوم الثلاث اللي جاي مش السبت، فانت لسه عندك وقت، اصبر ما تغيرش الفريق دلوقتي. زي ما قلت لك الدوري الانجليزي بجد ممكن يغير الماتشات في اي لحظه. كورونا بقى مش كورونا السنه دي بجد غريبه جدا جدا جدا. وبرده في كام نصيحه بقى اللي كنت بقول لك عليهم في اول الحلقه. دلوقتي لو انا عندي مثلا تو ترانسفيرز، عندي ترانسفيرين ما عملتش حاجه الاسبوع اللي فات، عندي اسبوع اتنين الاسبوع ده، لو انا جيت عملت الفري هيت ومعايا الاثنين ترانسفيرز، الاسبوع اللي بعديه 19 هرجع لك ترانسفير واحد بس، مش هيبقى لك الاثنين. فخلي بالك من حاجه زي دي. ونفس الفكره بقى ما انت تبقاش ذكي تقول لي بقى خلاص لو انا معايا واحده هعمل الفري هيت الاسبوع الجاي معايا الاثنين. لا، طالما عملت الفري هيت اكنك عملت ترانسفير، يبقى الاسبوع اللي بعديه معاك ترانسفير واحده برده بس. والناس بقى اللي هي ايه مستعجله دايما ومتسربعه وخلاص فعلت الفري هيت، خلي بالك بقى من حاجه. انت مثلا هتكلم بالاخص على كالفرت لوين عشان ده احسن مثال اللي انا عايز اقوله. كالفرت لوين دلوقتي تقريبا عامل 7.8 7.9 حاجه في الرينج ده. معظم الناس شارياه من اول وتاني وتالت اسبوع، اشتروه مثلا ب 7 مليون ب 7.1 7.2، ده الاغلبيه. طبعا مش كل الناس كده بس ايه الاغلبيه. فانت دلوقتي عامل فريق الفري هيت بتاعك وعجبك الدنيا قوي، مش عايز كالفرت لوين الاسبوع الجاي، شايف مثلا كالم ويلسون اوبشن احسن منه، وانت كده كده عارف ان كالفرت لوين هيرجع لك تاني الاسبوع اللي بعديه، فانت مش قلقان هيفضل عندك كالفرت لوين. رحت ماشي في الفري هيت، رحت جايب كالم ويلسون وعامل كونفيرم والدنيا حلو قوي، فريقي اهو زي الفل 11 خلاص فري هيت تمام، انا جاهز يا جماعه الجيم ويك اللي جاي. جيت قبل الديدلاين بيوم كده حسيت ايه، طب ما انا ممكن ارجع كالفرت لوين شكله اهو ايه جيمز رجع وبتاع، لا سخنت عليه تاني. جيت بقى ترجعه، انت على فكره لما جيت بعته بالسعر القليل اللي انت كنت شاريه بيه، ازيد عليه حاجه بسيطه، انت مثلا شاريه ب 7.1 هتبيعه ب 7.3 7.4، لما تيجي بقى تشتريه تاني مع ان هو كان عندك هتشتريه برده ب 7.9 السعر الغالي، فانت كده خسرت على نص مليون في الهبل اللي انت بس ايه عمال بتجرب فريقك عامل شكله عامل ازاي. فما تعملش كونفيرم على اي ترانسفير غير في اخر المده وتكون متاكد ان انت عايز اللعيب ده ومش هتغير رايك ومش هترجعه تاني. اخر بس نصيحه معلش لازم برده اقولها لك عشان ابقى ايه وصلت الرساله وضميري مستريح. طبعا الكلام للناس اللي هتعمل فري هيت، يا جماعه ما ينفعش تعمل اثنين كاردز او اثنين تشيبس في الجيم ويك الواحد. يعني انت ما ينفعش تعمل مثلا فري هيت وتقول انا هعمل معاه بقى ايه تريبل كابتن، لا انت كده مش صايع، مش هتنفع، هي يا دي يا دي. واخيرا ناتي الى فقره الكابتن. طبعا هو اصلا الاوبشنز قليله، هما بتتكلم في 6 ماتشات مع اصلا كمان مش فرق كبيره اللي هتلعب، فانت ايه الاوبشنز محصوره. اهمها في رايي الشخصي هو مانشستر سيتي ضد برايتون. برايتون يعني لا مش كويسه السنه دي، يعني هما بيلعبوا كوره كويسه وارقامهم كويسه بس النتائج في الاخر وحشه جدا. حتى الماتش اللي فات حاولوا يعملوا ماتش حلو والله صراحه في رايي عملوا ماتش كويس جدا ضد وولفز، بس برده لبسوا في الاخر 3 اجوان عادي جدا. ضيف على ده ان بيسو بيقول لك كمان مش هيلعب، فبيسو ده اصلا اللي كان بيلحق وبيوزن نص الملعب. فطبعا اول اوبشن معانا في الكابتنه وهو كيفن دي بروين. بصوا يا جماعه يعني ايه جوارديولا شكله كده من بيتسحب من تحت لتحت ومحدش واخد باله، ولو حد دلوقتي بص على الترتيب هيلاقي ان لو كسب الماتشين المتاخرين بتوعه هيبقى احسن من ليفربول كمان، فهو جاي من ورا مستخبي. تشيلسي بتقع، توتنهام بتقع، ايفرتون بتقع، كل اللي ايه عم فاكر نفسه جامد ده كله بيقع، وهيرجع جوارديولا لمكانه قريب قوي قوي قوي. حاول تستغل الفتره دي، اعتقد هي دي الفتره اللي هترجعهم تاني ينافسوا على الدوري. فطبعا كيفن دي بروين اول اوبشن معانا، اللعيب اللي هو بنشوف منه اكتر ده جوه الماتش، يعني ده على حسب كلام جوارديولا. هو قال له يا جماعه انا مش هريحه لغايه لما ايه نخش على تشامبيونز ليج تاني، احنا في فتره مش هينفع يريح فيها. واعتقد ان هو لو هيريح في حاجه زي كاس، مش هيريح في الدوري. الدوري هو ايه خلاص بقى ابتدى ايه يبان في الصوره، بقى دخل التوب 5 اهو ومعاه ماتشين، فهو خلاص راجع وده اكيد. جنب دي بروين اكيد ستيرلينج برده اوبشن حلو جدا. انا دايما بفضل بس اللعيب اللي ايه اللي معاه البينالتيز، ودي بروين انا بالنسبه لي الصراحه كلاعب في الاخر كلاعب كره قدم هو احسن من ستيرلينج، فطبعا دايما ايه بدي الاولويه لدي بروين. بس برده اللي بيحب ستيرلينج نفس الكلام اوبشن حلو جدا 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 وبرده للكابتن. تاني اوبشن معانا هو الاوبشن، بص يا جماعه الاوبشن ده هيبقى موجود كده ايه عارف لو في والله حاطط اي لسته كده هيبقى دايما ايه موجود فيها، انا مش هشيله لغايه اخر الموسم. برونو فرنانديز هيبدا في الكابتنه، هيبدا في فريقي وفريقك عشان ما ينفعش يتباع. هو الراجل يا جماعه كونسيستنت بجد الى اقصى درجه غير طبيعي، في اي ماتش يعرف يطلع ب 3 4 بونت من اسيست، يطلع ببنالتي، يطلع بقى بجونين وبنالتي واسيست و17 و13 نقطه اللي يعرف يوصل لهم دول. فبرده برونو عظيم، اوبشن هايل للكابتنه في اي اسبوع. المره دي عنده بيرلي، يعني بيرلي بص بصراحه هم بداوا يفوقوا ما اكذبش عليك، الدفاع اتحسن جدا 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 عن اول الموسم، حتى الهجوم ارقام كريس وود بقت هايله. بس في الاخر ده رايي الشخصي، هيحاولوا هيقوحوا بس برونو هيجيب له على الاقل اسيست او جول. تالت اوبشن معانا في الكابتنه لازم هيروح بقى للماتش اللي هو هيبقى عليه العين شويه الاسبوع ده، اللي هو استون فيلا وتوتنهام. انا بصراحه مش عارف ليه حاسس ان الماتش ده مورينيو هيعرف يكسبه. اي حد بيهاجم توتنهام النسبه اكبر توتنهام ان هي تكسب، انا ده رايي الشخصي. يعني يمكن تتفق او تختلف معايا بس اديك شفت ليد
ليدز هنهاجم هتخسر بالثلاثة. طبعا ليدز مش استون فيلا يعني، استون فيلا برضو ايه احسن شويه السنه دي، بس في الاخر اللي بيهاجم مورينيو مورينيو بياكله، وشفناها مع غير ليدز كمان. عندك عم سولسكاير برضو فتح صدره اخذ سته في وشه، فايه الماتش ده سون موكين اوبشن حلو جدا للكابتنه. والناحيه الثانيه لو انت ريسكي ممكن تديها لجريليش، يعني برضو دفاع توتنهام مش خلاص اقوى حاجه، فعادي جدا برضو ان استون فيلا تجيب اجوان وتعرف تعدي دفاعات توتنهام المنيعه. بس زي ما بقول لك ده ريسكي شويه، لان انا ممكن اروح لكين على اساس ان هو ايه معاه ضربات الجزاء، ماتش مفتوح ممكن يدي لسون يجيب هو بيت زي الماتش اللي فات يطلع له ب 12 13 نقطه، اوبشن حلو جدا. في بقى المحبين الديفرنشال قوي بقى ممكن يبتدي يبص الارسنال، يعني ارسنال برضو كريستوف بالاس زي ما بقول لك دفاعها وحش جدا، فممكن عم ساكا يشوف منه حاجه حلوه. ممكن انت بقى تبقى يعني من محبين ارسنال خلاص وتروح قول تشوف بقى ان اوباميانج هو ده الماتش اللي هو هيرجع فيه وتديها له، ودي برضو حاجه بتاعتك. بس برضو هرجع اقول لك ديفرنشال وريسكي جدا. ثم ناتي الى رزعه الحلقه. اخيرا رزعه الحلقه ظبطت، والواحد اخيرا قرى ماتش زي ما طبيعي، يعني اللوجيك بيقول ايه فكرنا فيها. ده اللي فعلا حصل في الملعب، اديناه الاسبوع اللي فات لسون، قلت لكم مورينيو هيعاقب ليدز على الهجوم الفظيع ده، واكتر من هيستغل الكلام ده طبعا هو سون احسن واحد في الهجمات المرتده، وبالفعل جاب جون واسيست، ويمكن ضاع منه اسيست كمان وجون كمان، فيعني ايه الراجل صراحه زي ما وعد اوفى، فكانت حلوه الحمد لله. اما على رزعه الاسبوع ال18 فانا هديها الصراحه المره دي لكالم ويلسون. الراجل يعني ايه انا شايف الملعب كويس لسه، طبعا الفرقه ايه مش هجوميه قوي، فطبعا مش بيجيله فرص كتيره، بس الماتش ده اضعف دفاعات الدوري، الفريق اللي معاه نقطه لنقطتين من اول الموسم، اعتقد ده ماتشه ممكن يلسع بينالتي مع جون لوحده مع اسيستات شفناه عملها كذا مره الموسم ده، وجاب دبل ديجيتس مرتين ثلاثه مثلا، فالراجل ايه ريلايبل عارفينه من سنين اللي قبل كده، اوبشن حلو جدا. ده رزعه الاسبوع اللي جاي. قول لي انت رزع ايه توقعاتك للاسبوع اللي جاي، ومين اللي فعلا هيتالق، وزي ما بقول لكم حاول تبقى حاجه ديفرنشال. انا قلت الصراحه سون، الناس قالت لي سون مش اكتر حاجه ديفرنشال، بس والله كانت حلوه، كانت في ماتش معين وكان بقاله كذا اسبوع بيبلانك، فايه مشوها لي. انا اتمنى منك تكون حاجه برده ديفرنشال، مش حاجه مثلا زي برونو او دي بروين، حاجه زي كلام ويلسون الناس الحنينه دي، ونشوف مين فينا اللي هيطلع صح. ثم ناتي الى فقره الدوريات، والشخص اللي مستني الفقره دي واقف ورا الكاميرا عم عمر خالد مستنين هقول الترتيب، فرحان بنفسه قوي رزيعه. جميل المحايا جاي علينا جامد والله، بس يلا يلا حقه حقه صراحه، الراجل السنه فاتت تعب معانا وربك شكله بيكرمه السنه دي على قفانا احنا بقى، بس ماشي. طبعا لسه ما زالت سلمى مشهور متصدره الترتيب ب 900 ايه ده احنا دخلنا في الالوفات يا بيه، هم الاثنين بس دخل في الالوفات دول، سلمى 1026 وعمر خالد يجي مركز ثاني ب 1018 نقطه. شوف انا عايز اقول لك على حاجه، قول لنا فنان، لازم اقول لك على حاجه. لأي استشارات للفانتسي يا جماعة يا ريت تتصلوا على الرقم إن شاء الله بتاعي. أي حد عايز يسأل على أي وصفات في الفانتسي ما يسمعش لأحمد عصام، يسألني أنا. أنا راجل جايب كام يا باشا؟ الله معلش يرحم. الله يرحم. جايب كام يا باشا؟ جايب كام أنا سمعني، أنا لا ألتفت لمثل هذه الأرقام. 1018 وسلمى كام يا باشا؟ 1026 مش بعيد. أستاذ سلمى اللي قاعدة في لندن، أستاذ سلمى اللي قاعدة في لندن خافي من نفس، معلش استحمل أخوك أنا متصدر، خافي على نفسك عشان أنا جاي بشراسه. كمل الجدول كده، مش هكمل الجدول، فرق 90 نقطه بيني وبينك، مش هكمل الجدول، تفاقير يا جدع، ده يعني تفاقير. ايه ده والله العظيم، ايه ده الواحد بيعاني والله مع الفانتازيا دي. زي ما شفت رزيعه يجي في المركز الثالث للاسف العبد لله 928 نقطه، بعديها جو فرق يا دوب 7 نقط 921، نادر برده قريب جدا 914، حسين اهو ابتدى يعني يطلع، حسين عمال يطلع وينزل ملخبطنا معاه الصراحه 914، ثم مروان سري اللي يعني انا بصراحه بخاف من نفسي، مروان كان الاول قعدت ادعي عليه ما اسبوعين ثلاثه بقى السابع، انا مش عارف ده ايه، ما اعتقدش ان المشكله فيا انا، المشكله عنده هو بتهيألي. في الحلقات تفتكر ده الراجل عمره ما فيش كده، ايه ده؟ بصوا يا جماعه انتظروا عمر خالد الحلقه الجايه ان شاء الله، وبعديها سلمى على طول باذن الله، نجيب اجالهم خالص. ثم في المركز الثامن بقى يجي عمر زايد ب 814 واحمد كمال اخيرا ب 802. ثم ناتي الى دوري ارزع، وقبل ما نخش في دوري ارزع حاليا مين المتصدر لازم نتكلم عن الكسبان عن شهر ديسمبر، وهو احمد عبد الباسط جايب 449 نقطه في شهر واحد، بسم الله ما شاء الله عليك، يعني في اربع اسابيع تقريبا يعني او خمسه مثلا بالكثير جايب 450 نقطه، فده رقم خيالي. انت الكسبان معانا في شهر ديسمبر، يا ريت تبعت لنا على انستجرام او فيسبوك ازاي اتواصل معاك، وايه التيشيرت اللي انت بتحبها عشان نبعتها لك في اسرع وقت ان شاء الله. اما عن المتصدرين الحاليين للدوري فيجي متصدرا كده زياد حسني ب 1176 نقطه، بسم الله ما شاء الله مشرفنا يا عم زياد. ياتي بعديه ابو خيره اي كي 7 ب 1146، في المركز الثالث يجي محمد يحيى ب 1145 نقطه، بسم الله ما شاء الله عليكم الثلاثه الاول برده ايه يعني مشرفنا، واللي تحتيهم عامه مش بعيد
بعيد خالص، احنا في فرق نقطه، فرق 3 نقط في الارقام والمنافسه في منتهى الشراسه السنه دي. وبكده يا رزيعه تكون انتهت حلقه الجوله ال 18 واول بلانك جيم ويك في السنه الجديده، ربنا يسترها علينا. واسبوع بصوا، هو عاده الاسبوع ده زي ما بقول لك هو ما بقاش فيه الفرق كتير تلعب، بيبقى الافريج مش اعلى حاجه، ده عاده. طبعا السنه دي استثنائيه في كل حاجه، فمش هستغرب لو كمان في البلانك جيم ويك بقت حاجه استثنائيه، شفنا افريج عالي جدا. دي بصراحه هتبقى صدمه ليا، عشان زي ما بقول لك بحاول ما اعملش فري هيت وبحاول امشي الدنيا بسبع ثمان لعيبه، فربنا يستر. ودايما زي ما بقول لك حاول وانت بتشتري لعيبه، لو انت ما بتعملش الفري هيت زق اللعيبه اللي هتلعب في البلانك وفي الدبل زي يونايتد وزي السيتي. فاخيرا ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفتح جرس التنبيهات عشان تجيك الحلقات اول ما بننزلها. وكفايه رزع قوي لحد كده. ولا ايه يا عم عمر؟ ولا ايه يا عم عمر؟ شكله هيبقى اسبوع منيل ب 60 نيله. والله العظيم دي بطلع اقول جمله في البتاع بنزل تحت بلاقي بص يعني الماتشات اتاجلت والماتشات اتلغت ومصايب سودا. بص هي كده كده هيبقى فيه، هو بس فكره هيبقى كبير ولا صغير حسب مين هيتاهل في الكاس. يعني لو فرقه بتلعب دوري ممتاز اتاهلت في الكاس هيبقى بلانك كبير عشان فرقه كبيره عندها كاس. لو هتلاقي بقى برينتفورد بقى كسبت مثلا فريق من الدرجه الاولى هتلاقي لا الدوري عارف البلانك تبقى هادي، مثلا ماتشين ثلاثه بس يتاجلوا خلاص. ممكن تعمل عليه مثلا ماينس 4 وتجيب ثلاثه هيلعبوا. لا بص دلوقتي بيلعب لمصالح عليها فرق 90 نقطة يا بني آدم. فرق 90 نقطة، الماينس 4 هي تقربك ليا، يعني هي الماينس 4 دي ابعد سلمى عنك. لا 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 على فكرة أنا ما أتمناش الخير غير لنفسي عشان تبقى عارف يعني. ما تعرفش تبقى عارفين يا رزيعة فانتسي ما فيهاش مراتي ولا اخواتي.